السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين تكونوا بخير وبصحه جيده يا ربي. اليوم غادي نهضروا على الفرحه ديال سعاد وعلى البكاء ديال لبنى. كيف ما شفنا سعاد فرحانه ومقادها فرحه وكما تنقولوا مشات هي والزوج ديالها باش يدوزوا شهر العسل ديال العرسان. الله يكمل عليهم بالخير. سعاد دارت بزاف ديال الفيديوهات البارح، دارت لايفات بينت لنا السعاده ديالها، كيف ما شفنا الصداق ديال سعاد عطاه ليها الزوج ديالها البارح اللي هو 10000 درهم، اللي بزاف ديال الناس بقى عندهم مشكوك علاش هضروا عليه قدام العدول وهي ما توصلاتش بيه، وهي ولات كتقول لي ما عطيتينيش. جات زعما في شكل كيف ما شفنا الزوج ديالها عطاها الصداق ديالها من اللي مشات معاه. صافي ديك الساعه ما بقى كما تنقولوا سعاد دارت العقد ديالها ولات حلالا طيبا مع داك الانسان، عطاها العقد ديالها. كما شفنا لبنى حتى هي خرجت بواحد الفيديو كتبكي وكتشكي وقلبها عامر. نتمنى سعاد من تطلعي انت والزوج ديالك هاد المره هذه، لانك انت خرجتي وهضرتي على هذا الشيء قبل وقلتي ما تبقاوش تبينوا لنا شي حاجه اللي شخصيه واللي بيناتكم، لان ما عجبناش الحال صوروا هذاك بيت النعاس. ديك الساعه كان عليكم تجلسوا وديروا كاميرا قدامكم ما يعرفوكم الناس فين جالسين، تصوروا الوطيل من برا، ولكن شي حاجه اللي شخصيه تبقى بينك وبين الزوج ديالك حيت انت طلعتي وهضرتي في هذا الشيء من قبل. وبالنسبه للكلام والرومانسيه وداك الشيء الواحد يقلل منه، لانها كاينه واحد الانسانه اخرى اللي متبعاكم وكتفرج فيكم اللي هي لبنى. كما شفنا عدد من المتابعين وانا منهم اللي فرحانه لهذا الرجوع، وعجبني الحال سعاد تفرح مع راجلها واللي داز عليها بزاف ديال المشاكل. وكيف ما شفنا سعاد البارح كتبكي من الفرحه، ولكن بس سعاد ما تحطيش راسك في انتقادات وما تحطيش راسك في شي هجوم اللي ما غاديش تقبليه ولا ما غيعجبكش. خلي الامور الشخصيه تبقى بيناتكم وبينوا لنا غير الحاجه المناسبه اللي الناس كامله غادي تشوفها، حيت نتوما عارفين دابا وليتوا واحد الناس اللي مؤثرين، قنواتكم كيتشافوا، اي حاجه درتوها اي كلمه قلتوها ولو غير نص كلمه كتبقى ديك الكلمه يعلقوا عليها ويهضروا عليها ويعلقوا عليها، ولا شي حركه غير مسؤوله عفويه كيبقاو الناس يزوموا عليها واللي ولات كتحط في المينياتورات. داكشي علاش كنقولوا سعاد حاولي ما تبينيش لينا كلشي، وراعي المشاعر ديال واحد الانسانه اللي بزاف ديال المنتقدين كانوا كيهاجموها. نهار سافرات لمراكش لا ما ديريش شي حركات مع الزوج ديالك، لا ما توريناش داكشي اللي بينك وبينه. دابا داكشي هو ولا كينطبق، حتى سعاد هي ولات كديرو، وكنظن انا الزوج هو السبب في هادشي، هو اللي كيبغي داكشي يبان وكيبغي داكشي يتصور. كنوجه لي رساله حتى هو يخلي داكشي الشخصي بينه وبين عيالاته، وورينا غير الحاجه اللي ما فيهاش ما تضر حتى شي واحد. وخصوصا كاينين عائلات كيتفرجوا فيكم، وكاينه وليدات كيتفرجوا فيكم، وكاينه المهمه في هذا الشيء كامل هي الضره او الشريكه اللي هي لبنى. لبنى بانت لينا البارح خرجت واحد الفيديو كتبكي على عائلتها وكتبكي انها ما عارفاش راسها اشنو دارها وما عارفاش اشنو باش كتحس، وخايفه وباغا تمشي للسبيطار وباغا تعرف اشنو عندها، وزائد هذا ان الزوج ديالها تزوج، وبزاف ديال المشاعر تخلطات عليها وخرجت كتبكي. حنا كما كنعرفوا الناس راها العيالات كيغيروا من بعضياتهم، والله يسمح لينا من كما تنقولوا من العيالات، لانهم ساكنات كيغيروا وعندهم واحد الحساسيه من بعضياتهم. خاصنا سعاد داكشي جربتيه وحسيتي بيه ملي كنتي كتشوفي الراجل ديالك مع لبنى، ما ديريش مع الزوج ديالك قدام الكاميرا وانتي عارفه داكشي غادي يرجع باش الناس تبقى تنتقدك ولا الناس تهضر عليك بشي كلمه خايبه، وانتي كما كنشوفوك فرحانه وباغا تكمل الفرحه ديالك. خليها دائما زوينه وحاجه ايجابيه، وحنا فعلا فرحنا من القلب لهذا الجمع الشمل ديال هذه العائله هذه، ودوك ربعه ديال الوليدات واللي مهم انهم هما دوك الوليدات الصغار بجوج، لانهم باقين في الحضن ديال الام ديالهم، والام ديالهم ما فرطاش فيهم باغا تشدهم ويبقاو عندها، وتخلي كما قلنا حتى واحد يهضر على وليداتها وحتى واحد ما يقول عليهم شي كلمه خايبه.
داكشي علاش بغينا حتى ديك السيده لبنى ما تاثرش وما تبكيش، لانها صبرات تعيات وعقبات دارت داك الفيديو معدوسه وبقات كتبكي لانها فعلا متاثره متاثره بزاف. ونتمنوا هذا الشيء ما يزيدش بزاف وما ما ياثر على حتى واحد. والله يكمل عليكم بالخير، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.